قول برو، تفضل عم اسمعك. ليش ما خبرتهم عني؟ طيب روح نادي لأبوك، ناديله طالما كل هالقد مصر، ناديله لأبوك وخلينا نتصل بالشرطة كمان. انت اصلا ضميرك رح يضل يعذبك ورح يقول انا ضربته وانا جرحته، ومن عذاب ضميرك رح تاكل بحالك وتاكلني معك وما عاد اقدر اتعاطى معك اكثر. ممكن حاجة تلعب فيني؟ اسمع، انا كيف فيني ساعدك اكثر من هيك؟ ولك انت شو بدك مني؟ بدي شيء واحد، الحقيقة. انا ما قتلت وفا، شرف، هاي الحقيقة. وانا كنت مفكر مثل الكل انه هو مقتول هنيك بالحمام. لك اللي شو قلت لنا انك رميت الجثة لتحت؟ انا قلت هيك يا ابني، انا قلت هيك. يا الله منك. ليك جاكري، رح قلك لاخر مرة، فتح ادنيك وما تتعبني وما تخليني جن. بهديك الليلة فتت لجوا وما كان هنيك، وطلعت لبرا وكنا سوا، وهذا كل شيء وما في اي شيء تاني. شو رأيك ألف لك مسلسل لحتى ترضى حضرتك؟ لك ليش قلت لنا انك تخلصت من الجثة؟ انا قلت هيك؟ انتو يلي قلتوا وانا كنت مصدوم، هذا كل شيء. كنت مصدوم؟ طيب بعد ما طلعت من الصدمة ليش ما حكيت؟ شو كنت بدي اقول جاكري؟ لو حكيت فكرك انت كنت رح توقف؟ واصلا انت كنت رح تحرق حالك هني، خايف يكون في حدا شافك، ومن غير شي بالزور كنت عم وقفك. وانا كنت مفكرك انت يلي قتلته لو ما حكيت لي الحقيقة هداك اليوم، وما كنت متأكد من اللي صار بالواقع. بس انا متأكد انه في حدا اجا ورمى الجثة لتحت بس مشان ينقذنا، او مثل ما قال الشرطة وفى انتحر. هذا كل شي بعرفه عن القصة. الامور كانت معقدة وما حبيت عقدة اكتر من هيك، وانت اصلا كنت متعقد. انت كنت رح تروح حالك وتدخل على السجن ظلم بلا سبب. عم احلف لك يمين، وفا مو انا اللي زديته، بس لو تتكرر كنت بعمل نفس الشيء وبرجع وبحميك. وانت لو عصبت وسبيت مع هيك انا برجع بحميك. تمام، لنقول انك عم تفكر فيني وخايف على مصلحتي. لكن ليش حميت علي؟ ليش ما قلت للشرطة انه هو اللي خطفك؟ لانه صرت متوقع انه علي يكون على حق، ويمكن يكون وفا قتل بهديك الليلة. مين اللي قتله؟ مين؟ وليش لا يعمل هيك شيء؟ كنان، اهلين فيك. اهلين فيك انت. من بعد اذنك بدي شوف بارك، يمكن لازمه شيء. ما في داعي، اتركه، جاكري عنده، ما تاكلهم، عود بدنا نحكي شوي. طيب تفضل احكي، عم بسمع. جاكري اللي جرح بارك. بالله عن جد، انا عن جد وصلت معك المواصيل لهم؟ يعني مشان تحمي ابن داريا عم بتضحي بابنك؟ يعني والله ما بعرف، انا عم بعطيك الحق وداريا انه طول عمرها كانت مرة مسيرة، بس حسب ما اني شايف لساتها هيك. طيب ماشي، حكيت شي عن ماضينا انا وياها؟ لا، ما جابت سيري ابدا. ما حكيت لك؟ طيب انت ما سألتها؟ لا، ليش لا اسألها؟ ليش؟ متوقع انك تتضايق من جوابها. لا، لكن شو؟ لانه ببساطة ما دخلني كنان. اسمعني، حاليا في قدامنا مشكلة حساسة واهم بكتير من ماضيك انت وداريا. ابني على شوي كان ارتكب جريمة قتل وقتلك ابنك، ولهيك إذا فيك تسحب اهتمامك شوي من ناحية داريا وتوجهه لعندي، رح تلاحظ إنه أولادنا عم يمشوا فوق النار ونحن مو حاسين. لوين؟ تليفوني نسيانه جوا أنا، لأنه إذا كنت جدي بالليلته رح أتصل بالشرطة. هي اتصل، بس ما بظن فيك تغير شي أبدا. ليش؟ بارك ما رح يشتكي على جاكري، تركتهم قبل شوي وكانوا عم يلعبوا بلاي ستيشن. تعال تعال عود. وهي سخافة جديدة من سخافاتك. ليك بجد، أنا مرق علي كم يوم صعبين كتير وتعبت كتير، فمن بعد إذنك بدي أرتاح. كنان، عم قلك على شوي ابني كان رح يقتل ابنك ويرتكب جريمة قتل، سمعتني منيح؟ ما سمعت. وأنا عم قلك ابني غبي لدرجة
انه يلعب هلا مع الصبي يلي كان عم يحاول يقتله من كم يوم، لانه خايف من اللي بيعرف فيه جاكري. هدول عم يحموا بعض يا كنان، مالك ملاحظ؟ وشو يلي بيعرفه جاكري؟ شو اللي عم بتحاول تقوله؟ بشو بدك تتهمون؟ ومين بق هالبحصه؟ بق وخلصني، خليني افهم شو ممكن يكون عامل. ممكن يكون هو اللي رمى وفا، او يمكن يكون جاكري هو اللي عاملها. عن جد انا ما بعرف، ضايع، عقلي كتير مخربط، والشي الوحيد اللي بعرفه انه بشكل او باخر اولادنا لهم علاقه بمقتله. من كل هذا تعال معي لوين؟ بدي ورجيك شو اللي صار بهديك الليلة، لأنه أنا مليت من الوساخة والسخافة. ما بدك تجي؟ ما بدك تشوف بعينك آخر مشهد لوفا؟ كنان أنت شو عم تقول؟ تعال. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.